ليبيا مهددة بتنفيذ حظر تام على عموم البلاد، والسبب تفاقم الوضع الوبائي وانتشار الوباء المتحور الجديد المعروف باسم سلالة جنوب افريقيا. هذا ما أكده مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار والذي حذر في تصريحات للأحرار الأربعاء من احتمال حدوث مضاعفات خطيرة للمصابين بالسلالة الإفريقية المتحورة. في الوقت الذي تشهد فيه مراكز العزل نقصا حادا في الأكسجين مع تزايد إقبال الحالة الخطيرة عليها وفق قوله كذلك المركز الوطني لمكافحة الأمراض أرجع زيادة نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة إلى اكتشاف عينات مصابة بفيروس كورونا المتحور من سلالة جنوب إفريقيا السلالة البريطانية ثم الإفريقية ومعهما أعداد إصابات ووفيات تتزايد كل يوم ولا سياسات إدارة أزمة إلى حد الآن بل وحلت اللجنة المكلفة بإدارة أزمة كورونا والتي فشلت في مهامها حسب رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة آمل تعلق على حكومة الدبيبة في إخراج البلاد من هذه الأزمة وتخصيص سياسات مستعجلة للسيطرة على الوضع الوبائي وتوريد اللقاحات اللازمة لقاحات أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة جائحة كورونا خليفة البكوش تأجيل جلبها إلى الثامن والعشرين من مارس الحالي نتيجة للضغط العالمي ووفقا لوعود مجموعة كوفاكس ومنظمة اليونيسف وإلى حين قدوم اللقاحات إلى ليبيا ووصول الجهات المسؤولة إلى حلول بهذا الملف كونه الأكثر إلحاحا هذه الفترة يبقى خطر تزايد أعداد الوفيات والإصابات قائماً وتبقى فرص دخول سلالات جديده الى ليبيا واردا دائما